اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. الحقيقه في حاجه عايز انوه عليها، احنا عملنا مسابقه برنامجنا وتم نشرها على صفحتنا على الفيسبوك. طرحنا سؤال، السؤال هو كم بطوله افريقيا حصل عليها العاب الصالات الجماعيه سواء سله او طايره او يد الموسم الماضي، بس الثلاث فرق دول. الحقيقه اللي هيجاوب ان شاء الله على الاجابه الصحيحه على صفحتنا على الفيسبوك هيكسب تذكره معانا المباراه قبل نهائي بطوله افريقيا، الاهلي والنجم ان شاء الله الساحلي. يعني يلا عايزكم بقى تخشوا عندنا على الصفحه تشاركوا بكل قوه، ان شاء الله سيتم اختيار الفائزين واكيد هنبعت لهم ان شاء الله يعني يستلموا جائزتهم تذكره لحضور مباراه الحلقه الجايه. هتستلموها معانا اكيد الحلقه الجايه، هنكون الحلقه الجايه برضو قبل المباراه ان شاء الله للمباراه قبل النهائيه طبعا في بطوله افريقيا. الحقيقه انضم لي في الاستوديو طبعا اللاعبه المحترفه القادمه حديثا لنادي الاهلي كاترين، او اسمها كاترينا ولكن هي بتحب تقول لها كاترين. الحقيقه هي انضمت لنا في الاستوديو، في الاول طبعا هرحب بيها واكيد هتكلم معاها واحط حضراتكم يعني في كل صغيره وكبيره قبل ما تيجي النادي الاهلي وبعد ما جت النادي الاهلي. كاترين، فيرست اوف اول اي وود لايك تو سي ويلكم ان اهلي تي في شانل اند ويلكم ان اهلي كلاب 2. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. ليتس توك فروم ذا بيجينينج. اوكي. وين يو يور ايجنت كولد يو اون ذا فون اند هي تولد يو ذات هي كاترين يو هاف ا كونتراكت ويز الاهلي كلاب الاهلي تيم فولي بول ان ايجيبت. وات ديد يو ثينك؟ وات ديد يو سي فور هيم؟ I was very happy because I hear that Ahli Club very best club in Egypt and Africa, and of course I said yes. Yes. حقيقة أنا سألتها وقلت لها خلينا نتكلم منذ البداية، يعني لما هي تقبلت يعني أو استقبلت تليفون من وكيل أعمالها سألها أنت يعني عندك فرصة تلعبي في النادي الأهلي؟ هي كانت سعيدة جدا لأن هي عارفة قوة النادي الأهلي وكمان عارفة يعني النادي الأهلي كويس، فكانت فرحانة وما ترددتش وافقت على طول. كاترين، ليتس توك أباوت هير إن إيجيبت. وين يو كام تو إيجيبت إيفريثينج إز أوكي ويز يو؟ أكوموديشن مينز أكوموديشن براكتس جيم فود إيفريثينج إز أوكي ويز يو أور يو ميس سمثينج؟ Oh no, very good. Very apartment, very big, and it's everything okay. Food, yes, but for me maybe little spicy your food, but it's good. And the apartment is close to the close, right? Yes. And practice, everything okay. Very good girl, coach. everything. Yes. And yes, what do you say about the team? Our team is strong enough to. Like Europe teams, or what did you say about our team? Yes, this team strong, but now many players play now in national team. Yes. Yes, but I hear and showed on Facebook video I saw that very good strong team. And of course it will be more stronger when you come to us. For sure. Yes. الحقيقة أنا سألتها قلت لها إن هو في الأول قلت لها يعني كل شيء معاكي أخباره إيه في مصر؟ الإقامة، التمرين، الصالة، الأكل، كل حاجة. قالت لي كل حاجة كويسة جدا، الشقة كبيرة قريبة جدا من النادي الأهلي، يعني كانت قبل الهوا بتقول لي تقريبا 10 دقايق من النادي الأهلي، الشقة كبيرة عايشة فيها براحتها. قالت لي كمان الأكل، حبيت الأكل المصري جدا ولكن هو حراق شوية، يمكن هي معرفش يمكن أول مرة بس هي كانت معاها تصادفت حتة الأكل سبايسي شوية أو حراق. كلمتها عن الفرقة قلت لها الفرقة شايفاها قوية يعني كفاية إن هي تبقى تقدر تنافس أو شايفاها زي فرق أوروبا. قالت لي الحقيقة الفرقة قوية، ده احنا كمان ناقصين تقريبا 5 لاعبات أو 6 لاعبات بيشاركوا مع الناشونال تيم أو الفريق الأول. قالت إن شاء الله لما يرجعوا أكيد هيكون الفريق اقوى. كاترين، فروم وير ديد يو هير اباوت اهلي كلوب؟ بيكوز اي نو فور اول ذا بروفيشنال بلايرز ذير از تو فاكتورز فيري امبورتنت. ماني فور شور، يو بلاي فور ماني، اند ذا سكند از لوكال ليج. يس. هاو دو يو سي ذات تو فاكتورز وذ الاهلي؟ Of course, two factors very important. Yes. And Ahli Club give me very good contract, and I and, think is respect the contract. Yes. You know, Ahli respect yes, the contract. Yes, of course. Yes. Ah, what about league, local league, championship? Is strong enough to your game level should be
improve. How do you see that? Yes, yes, it's very strong because I know we must play four tournaments and it's very many. Tough. Yes, strong team. Yes. It's very good. Yes, yes. Pass. الحقيقة أنا سألتها قلت لها أنت شايفة يعني يعني النادي الأهلي أنت سمعت عنه منين؟ قالت لي الحقيقة لأن أنا عرفت أن النادي الأهلي يعني أهم نقطتين للعيبة الفلوس طبعا اللاعب بيلعب عشان الفلوس وكمان اللاعب الحقيقة دي لقطات ليها في مشاركتها مع فرقتها في أوكرانيا في أوروبا سألتها عن الفلوس في النادي الأهلي قالت لي بيدوني عقد كويس وفي نفس الوقت العقد مضمون يعني النادي الأهلي بيحترم عقوده واكيد مضمون ما فيش مشكله في الفلوس وبالنسبه للليج او المباريات قالت ما فيش مشكله خالص المباريات قويه في اربع بطولات قويه لان اكيد الجهاز الفني فاهمها طبعا بقياده الكابتن حمدي الصافي فاهمها ان عندنا اربع بطولات العرب ودوري وكاس وافريقيا وقالت لي بيبقوا الحقيقه فرق قويه وانا يعني ما عنديش مشكله خالص مع الموضوع ده وعارفه كويس قوي ان هي هتكون هتلاقي يعني مستواها اكيد هيعلى مع النادي الاهلي. طب كاترين ديد يو فيزيت ايجيبت بيفور؟ فيرست اي فيزيت فيرست تايم. First time, yes. First time you visit yes. Egypt. Did you hear about some places in Egypt you would like to visit? You would like to see some places. What you like to see in Egypt? I want like maybe pyramids. For sure. And maybe your famous tower. Yes. And maybe Sharm el Sheikh. After season, relax and go Sharm el Sheikh. Yes. الحقيقه اللي سالتها برضه قلت لها ايه اللي اول مره تزوري مصر؟ قالت لي الحقيقه انا اول مره ازور مصر وكمان كانت قلت لها طب الاماكن اللي انت حابه تزوريها في مصر؟ قالت لي اكيد طبعا الاهرامات والبرج وحابه طبعا بعد نهايه الموسم تروح تزور ايضا النادي تزور شرم الشيخ والغردقه طبعا اكيد. طيب يعني طب احنا الحقيقه ما ينفعش يبقى معانا كاترين من غير ما يكون معانا كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للكره الطائره سيدات واللي طبعا كان ليه الدور الاكبر في اختيار كاترين للانضمام للفريق. اهلا بيك يا كابتن حمدي. يا كابتن هيثم ازي حضرتك؟ اهلا بيك ومنورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. الله يخليك. ازيك يا كابتن عامل ايه؟ الحقيقه احنا عايزين نتكلم شويه عن كاترين. كاترين معانا في الاستوديو الحقيقه يعني كلمنا عن رحله اختيارها منذ البدايه ازاي حضرتك قررت تختارها؟ ايه اللي ميزها عن باقي اللاعبات المحترفات اللي حضرتك شفتها؟ الحقيقه طبعا احنا كاترين اخترناها من ضمن اكتر من 20 لعيبه محترفه اتعرضت علينا شفنا لها الشرائط بتاعتها ومشاركاتها السابقه مع فريقها. الحقيقه كاترين بتتمتع بمهارات عاليه جدا في الكره الطايره لاعبه ملتزمه لاعبه محترفه ملتزمه في التدريبات بقى لها معانا 10 ايام الحقيقه بتأدي اداء جيد وبتتطور مستواها من تدريب لاخر واحنا بنامل ان شاء الله باذن الله السنه دي ان احنا نستفاد من المهارات بتاعتها والمشاركات بتاعتنا السنه دي باذن الله. طب امتى هنخش في المعمعه يا كابتن حمدي؟ والله احنا ان شاء الله باذن الله اخر الشهر ده هنبتدي مباريات الدوري بتاعنا الدوري العام الممتاز. بعد كده عندنا البطوله العربيه في شهر 12 ده اول محك قوي لينا. كام 12؟ اتحددت ولا لسه يا كابتن؟ ايه؟ اتحددت كام 12 ولا في اوله في اخره؟ 15/12. البطوله هتبقى 15/12 مده اسبوع مثلا ولا حاجه. تقريبا 10 ايام ولا هينظمها الاتحاد المصري للكره الطايره. طب تمام. طب طمنا على الاصابات يا كابتن. اخبار مريم متولي ايه؟ والله احنا مريم شغاله البرنامج الطبيعي بتاعها علاج طبيعي شغاله كويس جدا وفي نفس الوقت شغاله مع تدريبات لياقه بدنيه لرفع المعدل البدني بتاعها عشان ان شاء الله باذن الله لما تخف تماما من الاصابه تبقى جاهزه تخش معانا في التدريبات على طول. ان شاء الله يا كابتن حمدي كل التوفيق لحضرتك. كابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني للفريق الاول لكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي كل التوفيق ليك. الحقيقه مجهود بيبذل كابتن حمدي الصافي لا يدخر جهدا هو لاعب نجم كبير واسطوره من اساطير الكره الطائره وايضا هو بدا وتولد نجم كبير في الكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي. كاترين what your last team you play for? I played in Ukraine. Yes, Chimik. What is the position? What is the position? Last position you take in the league? Outside Gaio Speaker. Yes. طب, you know we already talk with Captain Hamdi Safi, your coach. Yes. And he said that he choose you from 20 players. 20 foreign players. He trusts you very well and he said that you are a very good player technically and your behavior is very good inside the court and outside. He said a very good word is about you. Thank you so much. how do you see the practice? Is the practice is
tough is good like what you used to practice in Europe? We practice very good. Yes, we many work, many we have many gym, run, and of course play with ball. Tell me about the physical practice. Do you find everything from gym, from weights, everything you need for physical program? You find it inside the club? Yes. You find everything. Yes. I'm talking about the weight program. Yes. About the trainer of the weight program. Everything is okay? Yes, of course. Yes. Not problem. Like Europe? Or, yes. You find yes. everything. Yes. الحقيقة أنا الأول ترجمت لها طبعا كابتن حمدي الصافي اللي قالوا عنها وإنه قال إنه اختارها من 20 لعيبة وإن هو من الناحية الفنية هي كويسة جدا وكمان من الناحية يعني تصرفاتها جوه الملعب وخارج الملعب جيدة جدا. الحقيقة كلمت برضو معاها عن التمرين, هو التمرين قوي كفاية جوه النادي الأهلي. قالت لي التمرين قوي والناحية البدنية كمان بنتمرن الناحية البدنية. سألتها كل الإمكانيات متاحة في الناحية البدنية, قالت لي أيوه. قلت لها زي اوروبا, زي اللي بتلاقيه في اوروبا. قالت لي الحقيقه طيب كاترين, what your dreams with اهلي, would you like to stay more than one year or what your dreams with اهلي? Of course I dream that my team اهلي team must won four tournaments, we must have medals of course. Do you like to stay more one years or just 1 year and you're gonna leave? Oh, now I don't know. The future, the yes, future. Of course. And did you hear about the last African championship for Ahly? It was in Tunis. Yes. Did you hear about that? Did you watch the games for the championship? I watched videos. For the African championship, yes. For last African in Tunis. Yes, I know. I watched this match on YouTube. On YouTube. Yes, and in Tunis played my friend, good friend, and she asked me about this game. Yes, tell me this photos for you. Tell me about this this medal for where is this medal? This golden medal or this bronze medal yes, from Taipei yes, universal student game yes. In the school or the university? Not university. University. Yes. الحقيقه الصوره اللي فاتت دي كانت في جامعه وكانت واخده الميداليه البرونزيه وشاركت مع سايبي. هم بيلعبوا هناك زي دوري كده سايبي, يعني زي دوري جامعات. هم كانت واخده فيه الميداليه البرونزيه. طب ممكن نجيب الصوره اللي بعديها. What about this photo? Where is this photo? After game. After the game. After the game. Yes. The final game? Yes, of course. We played with Taipei. Taipei. The final game. Yes. In the same tournament or in the يعني this photo? Yes. With the same at the same time of the last photo, the previous one? Yes. The same time after the game. Yes. هي الصورة دي برضو نفس الصورة بنفس المباراة اللي فاتت, ودي طبعا بتبقى تميمة البطولة. وهي بتقول دي الصوره دي بعد المباراه مباشره, بس هم في نفس المباراتين كانوا بيلعبوا على التالت والرابع وهي خدت الميداليه البرونز. في صور ثانيه يا جماعه نقدر نعرضها. I think in the same tournament. This photo? Yes. In the same tournament. برضه يا جماعه هي دي نفس الصوره برضه في نفس البطوله وكل ده تقريبا في نفس البطوله في الفاينل الثالث والرابع. What is this? Where is this photo? Taipei to this open tournament. Open tournament. Yes. In stadium open tournament. دي كانت بطولة مفتوحة ولعبت في نفس البطولة سايبي وكانت في ملعب مفتوح وكانت الفرقة مشاركة معه. ماشي, ممكن نعرض اللي بعديها يا جماعة. This is celebration or what? No, these people walking on our village and. Ask maybe you for photo. Yes, so photo, the songs. They take a photo with you. Yes, of course. هي بتقول الحقيقة دي كانت في نفس البطولة برضه, بس دي كانت في مكان إقامة اللاعبين وهم المجموعة دي كانت ماشيين فشافوهم فحبوا يتصوروا معاهم. And what about this photo too? This photo when we won Ukrainian championship. What championship? Ukrainian championship. Yes. This in final or yes, cup? Yes, final. League or cup? League. This after the final? Yes. This year or last year?
last year. الحقيقه الصوره دي كانت، معلش يا جماعه هتجيب الصوره دي تاني، الصوره دي كانت في نهائي بطوله اوكرانيا الدوري الاوكراني السنه اللي فاتت، وطبعا فازوا بيه، وزي ما احنا شايفين الميداليه الذهب والكاس البطوله ايضا. يعني هي جايه السنه اللي فاتت كانت بطوله اوكرانيا للكره الطائره هي كانت حاصله عليها. الحقيقه بقى انا عايز اقول برضو ان انا كنت بكلمها عن يعني النادي الاهلي كمان، كنا بنقول ترجمت لها طبعا اللي حصل مع كابتن حمدي الصافي وازاي نختارها من 20 لاعب، وكنا برضو سالناها هي يعني لعبت مع منتخب اوكرانيا فتره طويله، والحقيقه هكمل معاها برضو حواري. يعني tell me about your first impression when you arrived to Cairo airport. What was your first impression about Cairo as all? Very good impression, but in my country not many car. Yes, yes, this, yes is, very traffic big, but I like everything. What about safety? I think of course you heard about safety, and how do you see safety here in the streets, in the club? How do you see that? I walk in with my no problem. No, of course. You don't have any problem. No. الحقيقة سألتها إيه انطباعها أول ما وصلت القاهرة. أنتوا عارفين يعني هي يمكن بتتكلم بصعوبة، أنا بحاول طبعا أطلع الكلام على قد ما أقدر، ولكن هي أول ما وصلت القاهرة الناس قالت إن هم كويسين جدا، ولكن العربيات كتير فوق بعضها، قالت إن الترافيك أو الزحمة كتير. قالت كمان إنه كلمتها عن الأمان في مصر، لان اللعيبه كتير جدا بيكلموا بعض وبيحذروا بعض للاسف من خلال الميديا اللي بيشوفوه في الميديا، والكلام ده طبعا غير صحيح بالمره. هي بتقول انا بتحرك براحتي وبمشي براحتي وما عنديش يعني اي مشكله نهائي في الخروج او المرواح او المجيه جوه النادي، بالعكس هي حاسه بالامان بشكل كبير. طيب احنا معانا طبعا رنا الجوهري، طبعا لاعبه الفريق واحد نجمات الفريق الاول للكره الطائره، ويمكن هي قريبه جدا من كاترين. اهلا بيك يا رنا. اهلا بحضرتك كابتن هيثم. اهلا بحضرتك رنا. قولي لي، يمكن كاترين اول ما وصلت يعني واتنبت معاكو اول تمرين، اكيد دي مش اول لعيبه محترفه تكون معاكو، يعني قولي لي كان انطباعك عنها ايه من الناحيه الفنيه ومن ناحيه طبعا الالتزام او الحاجات دي، كان رايك منها ايه، رايك فيها ايه؟ والله هي كاترين فعلا مش اول محترفه تجينا الفريق، بس هي من اول ما جت وهي باين عليها ما شاء الله متركزه جدا فعلا، داخله يعني عارفه هي عايزه تعمل ايه، عايزه تعمل حاجه فعلا تريد ان شاء الله معانا. التزام طبعا الحمد لله جدا ومنضبطه جدا في التمرين وفي كل حاجه. ان شاء الله ان شاء الله يا رب يكون سيزون خير علينا كلنا باذن الله، يكون شويه حلو علينا السنه دي ان شاء الله. طب انت قولي لي برضو يعني انت شايفه بامانه، يعني طبعا اكيد كابتن حمدي الصافي ليه رؤيه كبيره، بس انت شايفه وجودها اضافه كبيره للفريق ولا لا؟ طبعا وجودها طبعا اضافه لينا للفريق، والا ما كانش كابتن حمدي يعني يجيبها معانا السنه دي. هي فعلا احنا محتاجين في البوزيشن ده حد يجي لنا السنه دي، فهي ان شاء الله يعني تعوض الموضوع ده، وان شاء الله تبقى اضافه كبيره للفرقه باذن الله. طب رنا لو حبيت تقولي لها حاجه على الهوا تقولي لها ايه؟ اقول لها يعني نفسي ان شاء الله يعني ان هي تفضل بنفس المستوى ده وتتحسن اكثر كمان يعني، وان هي ان شاء الله يعني تعمل سيزون حلو معانا السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. رنا الجوهري طبعا شكرا جزيلا ليك، نورتينا وشرفتينا. This your teammate رنا الجوهري. And I told her about what her first impression about you in the first practice. She said you are not the first, يعني you are not the first professional player joined the team, but from first practice you are a very good player. You respect the practice. You're being the same what Captain Hamdi Safi said. Your behavior inside the court is very good, and outside the court is very good. She saw you very positive, and you will be a very good support for the team. Finally, I asked her what she would like to say on air for you. She said, "Good luck, and I wish you to be in the same game level of you and." To take a lot of championship with you. Thank you. الحقيقه يو ويلكم. الحقيقه انا ترجمت لها طبعا اللي قالته رنا الجوهري، وقالت ايه ليها وطموحاتها واحلامها مع يعني كاترين. كاترين ليت يعني ليتس توك اباوت يوروب ليتل بيت. هاو دو يو سي اهلي تيم؟ بيكوز وي هاف ا تشانس تو بارتيسيبيت ان وورلد كاب فور تيمز. يس. اف وي بارتيسيبيت ان ذيس championship. Can we play well, or the difference is very big between us and the Europe teams? Oh,
I not play in now. I don't know. Of course, in Europe, team strong, but I think this team not. We need more. Yes, of course. We need more players and more effort. But I think you wish to participate with Al Ahly in in World Cup. Am I right? Yes, of course. Yes, of course. أنا سألتها الحقيقة قلت لها يعني النادي الأهلي عنده فرصة إنه لو خد بطولة أفريقيا يشارك في بطولة العالم للأندية. طب أنت شايفة الفرق كبير؟ قالت لي الحقيقة الفرق كبير ما بين فرقة الأهلي وفرق أوروبا، لأن إحنا محتاجين لعيبة أكتر ومحتاجين كمان إن إحنا نكون عندنا يعني. هي قالت إن أكيد الفرق كبير، ودي حقيقة يعني الحقيقة دي حاجة إحنا معترفين بيها يعني. ولكن هي قالت إن هي تتمنى، قلت لها سألتها يعني أنت تتمني تشاركي مع الفريق في بطولة العالم للأندية؟ قالت لي اه الحقيقة أتمنى يعني أشارك. كاترين، you told me before the interview that your friend from Tunis played in Tunis in Safakis. Yes. What she told you about Ahly? Oh, my friend said that Ahly club very strong because the team maybe 25 years, of course. Yes. Stay win all to four tournamentship win, and it's very good yes. team, very good team. Your friend they played in Tunis. In Tunis, yes. In Safakis. Oh, I don't know. Maybe don't know. No. Yeah, yes. I know Tunis, but. But she play now in Tunis. No. Last she year. Back in yes. in Ukraine. Yes. Yes. الحقيقة أنا سألتها إن كان ليها يعني صديقة كانت بتلعب في النادي الأهلي من خمس سنين. What her name? كريستينا. كريستيان. From 5 years she played in أهلي. Am I right? From 4 years she played in أهلي. No, she play. My friend play in Tunis. Tunis, yes. Yes. صاحبتها لعبت في تونس ومن 4 سنين ولعبت قصاد النادي الأهلي، وكانت عارفة قد إيه قوة النادي الأهلي. سألتها صاحبتها لعبت فين في تونس، قالت لي الحقيقة مش فاكرة، ولكن هي صاحبتها يعني ادتها معلومات كتير عن النادي الاهلي. وكمان صاحبتها رجعت من تونس بتلعب في اوكرانيا دلوقتي. والحقيقه هي قالت لي قبل الهوا كمان ان معلوماتها عن النادي الاهلي خدتها من 3 حاجات، من صاحبتها دي اللي كانت بتلعب في تونس، وان هي شافت النادي الاهلي وتعاملت معاهم، وكمان خدت من خلال الفيديوز اللي على النت للنادي الاهلي، شافت النادي الاهلي قد ايه كبير، وشافت كمان من خلال الانترنت المعلومات على الانترنت. Tell me your contract is for 6 months or 7 months your duration of the contract. 7 months. 7 months. Yes. And I think you have in Europe the league finish at the same time or you have a chance to join any team in Europe. Maybe Europe team. In the same time? Yes. Yeah. الحقيقه برضو معانا نرمين المنشاوي طبعا لاعبه الفريق الاول للكره الطائره سيدات. اهلا بيك يا نرمين. اهلا بحضرتك يا كابتن هيثم. ايه الاخبار؟ طمنين عليكي، عامله ايه في التمرين؟ الحمد لله ماشيين كويس. كابتن حمدي موتكم ها؟ مش عارفين نعمل حاجه. لا الحمد لله كله تمام، ماشيين السيزون الحمد لله، مدين البدايه كويسه يعني. طيب جميل، انا عارف شايفك مش قادره تقول اي حاجه، بس برضه انا عارف التمرين جامد. بس يعني هو الحقيقه كابتن حمدي طبعا ما بيهزرش، والحاجه دي احنا كنا قلنا قبل كده ان الاكيد دي بتنعكس يعني بشكل كبير. طب قولي لي انتوا شايفين نفسكم ازاي السنه دي؟ شايفين الفرقه عامله ايه؟ مستعدين كويس يعني للاربع بطولات ولا لا؟ احنا الحمد لله يعني بادئين بدايه التمرين كويسه. احنا بنتمرن من شهر 6، بس احنا في ناس كده يعني معانا في 10 في المنتخب دلوقتي، فهم مش بيتمرنوا معانا من اول السيزون. بس المجموعه اللي موجوده يعني كلنا الحمد لله كويسين وبنتمرن كويس، وعملنا ماتشين، لعبنا يعني ماتشين وديين الجمعه دي والجمعه اللي فاتت، والحمد لله كسبنا وكانت مستوى كويس الحمد لله. طب كاترين لعبت معاكم الماتشات الوديه دي يا نرمين ولا لا؟ مين؟ سوري. كاترين اللاعبه المحترفه لعبت لعبت الماتشين دول وكانت كويسه قوي. كانت كويسه يعني، وكمان النهارده كمان مستواها كان اعلى من الماتش اللي فات يعني، فهي بتتحسن معانا. يعني بعد ما انضمت والتدريبات والماتشات المستوى اكيد زاد معاها. طيب قولي لي انت يعني انتوا تدريباتكم بتبقى على فتره واحده يا نرمين ولا اكتر من فتره في اليوم؟ احنا بنتمرن 2:30 كل يوم، بناخد يوم واحد بس اجازه. بيبقى في منهم مثلا ساعه فتنس جيم بقى تراك كده، والساعة ونص الثانية بتبقى فولي. طب قولي لي يعني، طب شايفة كاترين ازاي برضو؟ احنا الحلقة بتاعتنا النهاردة محورها طبعا اللعيبة المحترفة، شايفاها ازاي اضافة؟ يمكن كان معانا لعيبة السنة اللي فاتت، شايفة دي اضافة اكتر ولا ايه؟ يعني برضو الاهلي بيدور على الاحسن اكيد. لا هي لعيبة كويسة قوي،
وان شاء الله يدفنا السنه دي. احنا محتاجيننا في المركز ده يعني، عشان المركز ده احنا يعني ناقص عندنا شويه. بس هي من ساعه ما جت وهي كويسه قوي وبتتمرن كويس ومركزه، فان شاء الله هتبقى اضافه كويسه للفرقه. نرمين طبعا المنشاوي، شكرا جزيلا ليكي، نورتيني وشرفتيني. نرمين، your teammate asked her about the preparation for the team before the games. She said we practice very hard and we are ready. Yes. And I asked her about you and what you did with the team. She told me you played two games. Am I right? You played two games with yes, trial yes. games, yeah. Yes. And your game level improve day after day because you go inside the team. Of course. Yes, yes. Of course, yes. And it normal. And she said good luck for you and I wish to be a very strong support for us this year. الحقيقه ترجمت لها برضو اللي قالته نرمين، وهي طبعا اكيد بتسعد بالكلام ده. والحقيقه زي ما انا قلت لكم يعني النادي الاهلي دايما بيدور على الاحسن. كان في محترفه برازيليه معانا السنه اللي فاتت، ولكن الجهاز الفني شاف انه محتاج يغير. النادي الاهلي دعم كل التدعيم طبعا للفريق الطايره، لانه طبعا اهدافنا هي بطوله افريقيا ان شاء الله اكيد، لان هي طبعا بتحطنا على راس او على قمه بطوله افريقيا. كاترين، did you try some foods from oriental foods in Egypt like طعميه like food like something like that or not? No, I food eat maybe something spicy. You yes, told me yes, that you tried just soup. Yes, vegetable yes, soup. Yes, yes, of course. It was spicy. Soup with vegetables. Yes, it was very spicy. From where, يعني you eat, يعني from restaurant or when your... I come in country, I stay in hotel, and in hotel give me soup. يهودا. طب تلمي يعني يعني خليني الأول أترجم ده قبل ما أنسى. هي سالتها عن الاكل، هي قالت اكل يعني اورينتال فود او يعني الاكل الشعبي المصري. قالت لي لا ما اكلتش حاجه، انا شربت بس شوربه، وعيني البنت اتصدمت صراحه، كانت سبايسي. فقالت لك لا انا مش هاكل اكل. هي اتفقت مع اوتيل، الاوتيل ده بيبعت لها الاكل كل يوم. شوربه خضار، فريق الاعداد بيسالني شوربه ايه؟ شوربه خضار. الحقيقه هي كمان يعني ما جربتش لسه الاكل، ولكن واحده من واحده يعني اكيد هتخش في الموضوع ده واكيد هتعرف يعني الموضوع ايه. طيب تلمي اباوت ده organization, the Ahli club. Of course, you saw the club from inside, football, handball, volleyball. Did you see any club in Europe like that or not? This club very good organization, yes. I liked everything. But big, so big. Big, I know, yes, I know, yeah, very I know big. In Europe, maybe team just one office and one gym, nothing more. Yes, but yes. But in Ahli, you find everything. Am yes, I right? Yes, you're right. I not see in Europe. Yes, because it's a very good hall, very good. Yes. I know team and very big. Very big. Big. Yeah. All yeah. Very big and good football team. I know basketball, handball, and of course volleyball team. Yeah, very good. Tell me, did you see any game for Ahli about Ahli? I'm talking about Ahli fans. How they crazy about Ahli? Did you see or did you watch any game before with these fans? I saw only Facebook. Oh, of course, yes, Facebook. Of yes, of course, yes. Yes. Do you know that we have a semi-final of African Championship yes, for yes. soccer next week? Yes. Do you know that you know we'll play semi-final? Yes. In football, with one team from Tunis. Yes. Next Saturday, do you know that? I don't know. You don't know. No. But okay, I will tell you. We will play in our football team. We'll play semi-final. Okay. Against Ennegm Essaheli from Tunis. Oh. We'll play after maybe 8 days from now. It will be in Alexandria. It oh. will be oh yes. It will be very tough. 60,000 fans will be. Oh. in the game. You have to watch it. Okay, of course. الحقيقة أنا قلت لها إنه يعني أنت أنا عارف، أنا رحت أوروبا وعارف الأندية كلها، حتى برشلونة ريال مدريد بيبقى عبارة عن ملعب كبير وأوفيس صغير أو مكتب صغير بيدير اللعبة. قلت لها أنت شفت النادي الأهلي كمنظمة شكله إزاي؟ الحقيقة النادي الأهلي كبير. أنا شفت فولي بول، هاند بول، باسكت بول، شافت كمان الكورة أكيد.
فقلت لها طيب انت، قالت لي هو فعلا كبير، وانا الحقيقه في اوروبا ما كانش الموضوع كده يعني. خلي بالكم انا برضو بطلع منها الكلام لان هي يمكن مش واخده على اللغه قوي، او يعني هي بتتكلم لغتها اكتر. سالتها هي تعرف ان النادي الاهلي هيلعب قبل نهائي بطوله افريقيا الاسبوع اللي جاي؟ قالت لي لا ما اعرفش. قلت لها طب خلي بالك، لا قبل السؤال ده سالتها انت شفتي اي جيم بحضور جماهير النادي الاهلي؟ قالت لي ايوه انا شفت على الفيسبوك، الحقيقه يعني انبهرت جدا بجمهور النادي الاهلي، وكمان شافت قلت لها على المباراه بتاعت قبل نهائي كاس افريقيا. قالت لي لا ما اعرفش بس هشوفه. قلت لها طب خلي بالك لازم تشوفيه، فهي ضحكت وقالت اكيد يعني هشوفه. طب tell me you are here with your husband, I'm right? Yes. And your husband play handball. Yes, but many last years ago. Now he not play. But he stopped. Yes, of course. He stopped playing. Yes. What he think about Egypt? For sure you talk to each others, you and your husband. Yes. He feel good, he feel miss something, or yes. He encourage you to stay here in Egypt, yes, or not? Yes, he liked Egypt. Like Egypt. Yeah, okay, and okay. He told you, hey, you have to stay, no problem. Okay, yes, yes. Will he stay with you 7 months or he get back? Now I don't know. You don't know? No. Till now you don't know? No. الحقيقة أنا سألتها، هي طبعا جاية مع جوزها، جوزها كان لاعب يد ما شاء الله يعني أطول مني وأعرض مني، يعني لعيب باسكت طويل بس هو أطول وأعرض. الحقيقة هو سألتها طبعا، هم أكيد بيتكلموا مع بعض يعني فاميلي. قالت لي هو مبسوط من مصر الحقيقة، وهو يعني حبيبها تقعد. قلت لها طيب هو قال لك يعني هل هيقعد معاكي فترة ال7 شهور ولا هيرجع؟ قالت لي لا الحقيقة لسه ما قررناش يعني إن هم يقدروا يجوا. طيب يعني what about your family, your father, your mother? Yes. You talk with him every day. What you told him about Ahli and about Egypt, about Cairo? Of course, I told this on Facebook. Yes. Messenger. Messenger, yeah. Of course, video, and they very like that I stay in Ahli Club. And they very happy. You talk daily? What? Every day? Yes, of course. You talk every yes, day? Yes. Every day? Yes. Do you have sister, brothers? Brother. One brother? Yes, one young brother. He will come to you, he will join you? He wanted, but I don't know where. Yeah, when he will yes, come, but you will ask him to join you? Okay. Yes. أنا سألتها الحقيقة عن باباها ومامتها. هل هم بيتابعوك؟ قالت لي انا بكلمهم كل يوم على الفيسبوك على الماسنجر بفويس كول يعني. وقالت كمان ان هي بيكلموها كل يوم، واضح طبعا في ترابط اسري ما بينهم من بعض يعني، هي كعائله واضح ان في ترابط اسري. وريتهم كل حاجه، عرفتهم كل حاجه عن النادي، هم سعيدين جدا بانضمامها للنادي الاهلي. سالتها هي ليها اخوات او يعني او بنات او اولاد؟ قالت لي انا ليا اخ واحد. سالتها طبعا انت عايزاه يجي ينضم تاني، يجي القاهره او يجي مصر؟ قالت لي هو عايز، ولكن انا مش عارف امتى وهل هيقدر يجي ولا لا. Tell me about the Christmas. Yeah. I know the Christmas is very important for Europe yes. people, all Europe people. Yes. You will stay here in Egypt to يعني to see Christmas here in Egypt, or you will get back in Ukraine to join your family? Maybe stay here, yes. In Cairo, or you have to you want to go another city, maybe Sharm el Sheikh, maybe Hurghada? I don't know. still يعني you don't know what you are going to do. Yes, yeah. Maybe in Cairo. Okay. I think. سألتها أعياد الكريسماس الحقيقة هم بيبقى مهمة جدا بالنسبة للأوروبيين. سألتها هتقعد هنا ولا لا؟ أنتوا عارفين كابتن حمدي الصافي قال إن في بطولة العرب في شهر 12 في ديسمبر. سألتها هتقعد الكريسماس ولا؟ قالت لي غالبا هقعد، هقضي الكريسماس هنا. قلت لها هترجعي لعيلتك يعني في الكريسماس ولا هتقضي هنا؟ قالت لي لا غالبا هقعد هنا. فواضح طبعا ان يعني بصوا انا عايز اقول حاجه مهمه جدا من كلامها، يمكن كلام اتقال على الهوا. وضع النادي الاهلي بالنسبه لاي لاعب محترف هو امل. احنا شفنا لعيبه كره القدم يعني حتى يعني اللاعب كره القدم اللي تم يعني هروبه بشكل غريب جدا من النادي الاهلي، محدش صدقه على اللي قاله. كل لعيبه اوروبا او كل لعيبه العالم يعني بيتمنوا الانضمام للنادي الاهلي حاجتين، انه بيحترم تعاقداته، النادي الاهلي بيحترم تعاقداته بالكامل. الحاجه الثانيه النادي الاهلي بيلعب في اعلى المستويات سواء افريقيا او محليا، وهو دايما بيدور على البطوله. فزي ما احنا شفنا، انا حبيت الحوار ده ركز على النقطتين دول، لانه اللاعب مش بس بيجي عن الفلوس، اللاعب بيجي عشان مستواه. زي ما شفنا مع كاترين برضو نفس الكلام، وقد ايه هي سعيده بانضمامها
للنادي الاهلي. كاترين I want you in the end of the program or in the interview, I want you to say something for our fans, because a lot of fans of course watch us now. What do you want to say for them? I very liked that we have very many fans. It's good for us, because when fans help our team win victory. الحقيقه انا سالتها سؤال في الاخر طبعا نهايه الحلقه، قلت لها تحب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي احنا الحقيقه طبعا هو مصدر قوه النادي الاهلي. قالت لي انا سعيده جدا النادي الاهلي ليه فانز الكبيره دي، لان الحقيقه الفانز دي بتدعمنا كفريق واكيد هنبقى اقوى. الحقيقه يعني كلام برضو يعني مهم قد ايه برضو الجماهير برضو بتدي حماس حتى اللي ما شافهاش، بس اللي شافهم فيديو بيديهم قد ايه حماس. كل التحيه لجمهور النادي الاهلي. كاترين at the end of the program I would like to say thank you to join us in Muluk Salat, and I wish you all the best. I wish you good luck with the Nadi Al-Ahli. Thank you very much. Thank you. اعزائي المشاهدين، ده كان ختام لقائنا مع كاترين، وبرضه بفكركم بالمسابقه بتاعتنا على صفحتنا على الفيسبوك. مسابقتنا بتقول كم بطوله افريقيه، سؤالنا هو كم بطوله افريقيه حصل عليها العاب الصالات سواء سله طايره يد الموسم الماضي، وده سؤالنا موجود على صفحه الفيسبوك الاهلي تي في بقناة الأهلي بالعربي والأهلي تي في بالإنجليزي. الحقيقة اللي هيجاوب طبعا على السؤال ده صح إن شاء الله هيكسب معانا تذكرة لمباراة قبل النهائي ما بين الأهلي والنجم الساحلي، وهنسلمها له في الحلقة الجاية إن شاء الله في برنامج ملوك الصلاة يوم الجمعة القادم. بشكر حضراتكم جدا، إحنا لسه عندنا لقاء كمان مع نور ياسين هتنضم لنا طبعا نجمة كرة اليد، هنعرف قرار اعتزالها. ما تروحوش بعيد، لحظات فاصل وهرجع لحضراتكم تاني.